على ذكر طالبان، دعونا نرى الصورة التالية التي لدينا والتي سنشاهد فيها التصريحات الأخيرة من قبل حركة طالبان، والتي تتعهد فيها بإنشاء جيش قوي يدافع عن كافة الأراضي الأفغانية. أمام حضراتكم الصورة، طالبان تعد بإنشاء جيش نظامي لديه معدات حديثة وسلاح جو قوي. طبعا طالبان والمقاومة الأفغانية أبهرت العالم أجمع بالنضال الكبير والواسع ضد المحتل الأمريكي طيلة العشر سنوات، وكان من الواضح بأن هناك معجزات تتحقق على أرض الواقع، لأننا إذا ما نظرنا إلى فوارق الإمكانيات بين الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة أقوى الجيوش في العالم في مواجهة حركة ناشئة تريد بالفعل أن تحقق الاستقلال لبلادها، واستطاعت أن تواجه الولايات المتحدة الأمريكية بتلك الحالة من العزة والقوة كما واجهت سابقا الاتحاد السوفيتي بحالة كبيرة من الفخر والاعتزاز. أبهرت العالم أجمع كيف يمكن لها أن تقف في وجه الاتحاد السوفيتي القوة العظمى الكبيرة، والآن تتمكن أيضا من طرد المحتل الأمريكي. الآن يتحدثون عن إنشاء جيش قوي لديه سلاح جو قوي. بلا شك تلك الفكرة يعجب بها كل أبناء العالم الإسلامي حينما يرون دولة إسلامية لديها جيش قوي. هذا هو الأمر المأمول. والآن تعهدات وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال الأفغانية تأتي في هذا الإطار، لأنه بلا شك الوضع الأمني في أفغانستان يمثل تحدياً قوياً للحكومة الحالية، ونحن نشهد مؤامرات كثيرة تحاك ضد الشعب الأفغاني. من ضمن تلك المؤامرات ما يحدث داخل الدولة الأفغانية من تفجيرات متكررة في الآونة الأخيرة، استهدفت مثلا بعض المساجد التي يصلي بها الشيعة من أجل إحداث حالة من الفتنة الطائفية داخل البلاد، وكان هناك تعهدات واضحة وصريحة من قبل الحكومة الأفغانية بأنها ستبذل كل المجهودات من أجل إرساء وتحقيق الأمن في الشارع الأفغاني، لأن المحادثات الدبلوماسية تأتي من أجل تحقيق استقرار للدولة الأفغانية. محادثات موسكو أحدثت فيها حركة طالبان كما وصف بعض المحللين اختراق قوي للمجتمع الدولي، جعل من موسكو والصين يتحدثان عن ضرورة دعم الحكومة الأفغانية الجديدة وتقديم مساعدات من أجل إنعاش الشارع الأفغاني بعض الشيء الذي يعاني من تدهور الوضع الاقتصادي في السنوات السابقة. والآن الوضع مع الأسف الشديد يزداد سوءا، ولكن هذا الأمر يدلل على أن هناك تقدم في الخطوات الملموسة من أجل تقديم يد العون أو من أجل الاعتراف الدولي بحركة طالبان.